الأهلي استقرار، أنت مستقر في كل حاجة. لو طلع لك الفانوس السحري وكان ليك طلب واحد بس، إيه الطلب؟ فلوس. فلوس طبعاً، فلوس كتير كتير كتير. عندي يأس مش طبيعي، عندي رفض مش طبيعي لكل حاجة. وأنا لو قلت هي مين هنفضل نصالح فيها الموسم الجاي كله، يعني إصابة مش في وقتها خالص. وروني بقى دعاء دي هتعمل إيه. بالنسبة للأهلي نفسي ناخد الرباعية إن شاء الله السيزون الجاي. لا، هو الإجابة على السؤال ده هيخلينا نخصم لنا خصومات كبيرة. هتقعد 9 شهور أو أكتر أنت بتتعذب. طبعا رحت لقيت الاكل محروق وجوزي قاعد مستني الاكل بقاله اكتر من 4 ساعات وايه زغلطه ورا. اي حد قصير كده قريب من الارض هو ده كده عسوس. جوايا في فنان اول مره شفتني فيها. اول مره شفتك فيها كنا في المهندسين، كانت الساعه 11 وربع وكان يوم تلات. انتظروني على يلا كوره دعاء محمد.